مع ان الفنانه الكبيره نقول عليها سوريه ومصريه بس هي فنانه عربيه سلافة فاخرجي. قبل كل شيء على المهرجان، شو رايك المهرجان هذا بالذات؟ يعني هلا نحن بلجنه التحكيم عندنا مسؤوليه كبيره، اكيد كل الناس اللي اشتغلت عملت قصارى جهدها وعملت كل طاقتها وشغفها لحتى يعملوا افلام. هي دائما بيكون التحكيم اذواق، مش شرط انت تحط علامات 1 2 3، بس انه هي اراء ناس معينين، مناقشات معينه، لا شك انه الكل جيد. فهي الحراك الفني بحد ذاته بيعمل شيء جديد وبيعمل افق لقدام. هلا بقى مثل ما قلت لك في مسؤوليه كبيره، في شيء جميل، وانت بتشوف بتحكم صحيح وبتتعلم بنفس الوقت من كل المستويات ومن كل الجنسيات، فهذا شيء حلو. يعني هي الحاله الفنيه اللي بتخلق جواتك وهذا الوسواس اللي بصير بداخلك. ف يعني هلا نحن لساتنا عم نحكم. كان بعد استفساري خاص لنا نحن كإماراتيين وكسينما إماراتية، أنت شاهدتي فيلم سير الجنة الحين، أنا راح لن أخذ منك يعني انطباعك الكلي عن الفيلم، بس انطباعك العام عن السينما الإماراتية، إذا كنت شفتي كذا فيلم، فشو رأيك في السينما حاليا؟ أنا حبيت وشفت أكثر من فيلم. اليوم سائر الجنة عجبني أنه نزل على الشارع الإماراتي، هذا الشيء يحسب نقطة إيجابية لصالح الفيلم. شفنا تفاصيل من الناس، تفاصيل الأسواق، الحياة، وأنك أنت تعمل فيلم بأبطال طفلين فهي موضوع كتير صعب، في حساسية، في تحية خفية للأم، هي معلنة وبنفس الوقت خفية خجولة. الأمهات، حالة الأمومة سواء هي عند الأم الحامل أو الأم الجدة، هي حالة الأمومة، وبنفس الوقت هي الوطن. لما بيقول الولد الصغير لرفيقه أنه شايف وطننا ما أحلى، فهي القيمة أو هذا المعنى اللي هو الأم والوطن واضح بهذا الفيلم. فيعطيكم العافية واستمتعنا فيه. آخر شيء بسألك، يعني متى راح نشوف سلافة فواخرجي؟ اللي تنطفى، متى راح نشوف سلافة فواخرجي في السينما؟ صار لنا فترة طويلة ما شفناك في عمل سينمائي. بلى، تقريبا يعني آخر فيلمين كانوا مشاركين بالمهرجانات العربية اللي هن الأم وبانتظار الخريف. لا بالنسبة للوطن العربي لا، بس بالمهرجانات. فيلمي الإخراجي الأول رسائل كرز، لف عم يلف لسه، لف ولف، وبنفس المهرجان السنة الماضية بنفس المسابقة نور الشريف أخذت جائزة أفضل فيلم. يعني فهلأ عندي كمان عم حضر لفيلم جديد سينمائي إخراجي كمان اسمه مدد. نحن ننتظرك في سينماتنا في القاعة الكبرى إن شاء الله في الإمارات.